أن الشتاء قادم أيضا إلى بلاد الأقزام. الحيوانات والأقزام تستعد للشتاء بسرعة. الكبار مشغولون بالعمل، لكن ذلك لا يؤثر على الأطفال. ألم أكن رائعا يا بسمة؟ بل أنا الذي كنت رائعا. بل أنا قلت أنا. هل أنت بخير؟ خارق العادة. لا أظن أنك ستنجح يوما. أخرى. ولكن يجب أن أذهب الآن. عمي الكسول ينام كثيرا دون أن يأكل شيئا. حين لا أكون موجودة في البيت. إلى اللقاء. يجدر بكم أن تذهبوا. لا تسوية في البيت. لنلعب لعبة أخرى. هيا سمير. أمي تناديني. أنا ذاهب. هيا زكية. وأنت ألا يأتي أحد ليأخذك؟ لا أحد أبدا. وأنا لا يأتيني أحد. وأنت يا خلدون؟ أنا لا أريد أحدا يأتي من أجلي. تعال يا خلدون. أبي. أهلا أنتم. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. ماذا أتى بك يا أبي؟ تحدثت مع العجوز طه عن الانتخابات. الانتخابات؟ لا، مسألة تهم القرية. بالمناسبة، لماذا لا تأتيان إلى بيتي يوما؟ هل هذا صحيح؟ طبعا صحيح. طيب لماذا لا تأتون غدا؟ حسنا. تفضلوا أيها الأطفال وكلوا ما شئتم من الأطعمة. ما أجمل هذه الحديقة. يا سليم، أحضر الكعكة الخاصة إلى هنا. حاضر. تفضلوا. انظروا إليها. مؤكد أنها لذيذة. هذه الكعكة صنعت خصيصا لأجلك. هيا تفضلوا أيها الأصدقاء. لذيذة جدا. أجل. طيبة. إنها لذيذة. رائحتها طيبة جدا. أخبروني، هل الكعكة شهية؟ لا يوجد مثلها أبدا. إنها أطيب من كعك أمي. أمي دائما تضايقني عندما ألعب. أتمنى لو كان لي أب مثل أبي خلدون. نفس الشيء بالنسبة لي، فأمي تضايقني. أنا لا ألومك على هذا. يجب أن لا تتكلموا بهذا الكلام. لو كانت لي أم على قيد الحياة لكنت أحببتها وانسجمت معها في كل شيء. كنت ساعدتها بأعمال المنزل وتحدث إليها ونتنزه سويا ونقطف أزهارا جميلة. توقفي عن هذا الكلام وتمتعي بالكعكة. سأكل ما يكفيني. حسن، اعملوا ما تريدون عملا. أنا أحسدك يا خلدون. أنت تقدر أن تأكل ما تريد من الطعام اللذيذ. أتمنى لو كنت ابن سيد عبود. لماذا لا يكون أبي رئيس قريتنا هذه يا ترى؟ لأنه يجب أن يكون قويا جدا. لكن السيد عبود لم يكن رجلا عظيما منذ ولادته. لا، لم يكن كذلك منذ أن كان طفلا. الأطفال متشابهون. غير صحيح، فقد كان أبي رجلا قويا منذ أن كان طفلا، وأنا ولد قوي مثله. ماذا تقول يا أبي؟ غريب هذا، أكل شيء من أجل خلدون فقط. أي شخص يمكن أن يصبح رئيس القرية؟
لكننا نعرف أنك أنت رئيس القرية يا سيد عبود. في الحقيقة عملت من أجل الانتخابات مدة طويلة جدا. ماذا تعني بالانتخابات؟ إنها باختصار عملية اختيار أحسن شخص في قرية الأقزام. إنها مثل انتخاباتنا، أليس كذلك؟ نعم حسبت كذلك. فبما أنكم من شعب الأقزام، يستطيع أي واحد منكم أن يكون رئيسا لقرية الأقزام. لهذا السبب فإن أهمية الانتخابات قد رجعت إليه. ليس هذا وقت الانتخابات، فإننا مشغولون بالاستعداد للشتاء. إنه يضايقني، لا يحب المظاهر. إنه يذكرني في مثل هذا الوقت قبل عام كنا مشغولين بخزن الغذاء. قال إن الماء في غابتنا هذه معرض للجفاف في أي لحظة، وجعلونا نحفر آبارا هنا وهناك. وعلى الأقل إننا استطعنا إنجاز بئر ولم نستفد منها لحد الآن، ولم نفكر في استخدامها لحظة. إنه لا يعجبني. يوم الاقتراع بعد غد، وحتى ذلك اليوم ستظل القرية بلا رئيس. تفرقوا الآن. هيا بنا نلعب. هيا. عبود. نعم. هل سنجريها أخيرا؟ نعم. إن الجميع مشغولون بالتحضير للشتاء. اسمع يا عبود، إن رئيس القرية دوما ينتخب. أنا أفضل أن تجرى الانتخابات في وقت آخر. كلا، يجب أن نجريها الآن لمصلحة خلدون. ماذا؟ هيا يا عمي، تعال، هيا تعال يا العشاء. العصير لذيذ هذا. أوه، هذا يكفيك اليوم. يمكنك أن تنتخب رئيسا للقرية، لذلك أريدك أن تظل مستيقظا. ماذا؟ اتركيني لوحدي. هيا اذهبي. اوه يا الهي عمي. ما اطيب هذا العصير. هذه المشكله الكبيره. يبدو ان الحصول على كعكه لذيذه وحديقه مجرد حلم. هذه نتيجتها. الأفضل أن تتناول الطعام ببطء ولا أصبت بالأذى. هذا صحيح يا عبدو. لا أقدر أن أبطئ. لماذا لا تقدر يا عبدو؟ إنك تتكلمين كثيرا. أنا لا أتكلم كثيرا يا عبدو. يجب أن أجمع المعلومات وأرى من سيكون رئيس القرية. يبدو أن لا عمل لديك الآن. أتمنى أن يصبح أبي الرئيس. يكفي هذا. اسمع يا أبي، أنت ترمم المنازل وتقص العشب لأهل القرية وتفيدهم كثيرا، لذلك قد ينتخبونك رئيسا للقرية. ماردة، علي أن أنظف مدخنة هاني، ناولني العدة من فضلك. حاضر. شيء غير لطيف هذا، فإن أبي لا يحب أن يبادر في شيء. عن الانتخابات. وكذلك أنا لاحظت ذلك. لا أعتقد في هذا، طبعا سيكون أبي هو الرئيس. هيا نذهب إلى البيت، هنا باردة. انتظروا لحظة. هل ستشعل نارا؟ سأساعدك. لا ضرورة لذلك.
هون عليك، ستشعرين بالدفء بعد لحظة. إن إشعال النار هنا خطر. لا يهمني ذلك. صحيح، لا تقلقي لذلك. ما رأيكم الآن؟ اقتربي يا بسمة من النار. هيا حسنا. أبي، الهواء جاف في الشتاء وتندلع الحرائق بسهولة. آسفون جدا. اسمعوا يا أولاد، لا تشعلوا نارا دون إذن. حسنا. عبدو، أمك تريدك يا بني. لا فائدة الآن، سأراكم غدا. إلى اللقاء. إنه أب طيب وحنون. ليس كذلك، فإنه لا يفعل أشياء هامة أو مفيدة. إن أبي أحسن أب. غدا الانتخابات يا أبي. أجل غدا. أنا متأكد أنك ستربحها. وأنا أعتقد أنا. إنك رائع يا أبي، ولا يستطيع غيرك الفوز بالانتخابات. لقد تأخروا عن المجيء. قال أبي إنه لن يأتي اليوم. أبي يقول ألفا إنه مشغول جدا. كذلك أبي لا يهمه أمر الانتخابات. نفس الشيء بالنسبة لعمي. لم يأتوا بعد. الامتناع عن التصويت جزء من الانتخابات. الامتناع؟ أي ألا تدلي بصوتك لأحد. هل يعني أنهم لا يريدون حتى التصويت لك؟ أعتقد أنهم يريدون هذا. إن هذا غير صحيح، فإن أبي يريده الجميع. لكن في الحقيقة لم يأتي أحد. أظن أن شيئا ما أخرهم، وأعتقد أنهم سيحضرون قريبا. خلدون. أنا وحيد الآن. كان يجب أن يحضروا لانتخاب أبي. لقد خدعوا أبي. مسكين خلدون. أجل، يجب أن نساعده يا عبدو. اليوم يوم الانتخابات. السيد عبود ينتظركم جميعا. هذا ما تريدون؟ يجب أن نعمل أولا. أعرف أنكم تعملون الآن، ولكنكم وعدتم السيد عبود بحضور الانتخابات. صحيح، وإذا أردتم الامتناع كان يجب أن تعرضوا فكرة الانتخاب. لا يهم إن لم يذهب اثنان أو ثلاثة للانتخاب. لكن لم يذهب أحد أبدا. هذا لأننا نعرف أن السيد عبود سيكون رئيس القرية على أي حال. هذا الأمر يقرر بالانتخاب، ألا ترون ذلك؟ إن السيد عبود ينتظركم الآن وحيدا، وكل هذا لأنه واثق بكم.
طيب أنا سأذهب. أنا سأذهب وأنا أيضا. هيا نذهب جميعا. وناولوا بعضكم دلاء الماء. لا نقدر أن نفعل هذا، لا يوجد ماء هنا. يوجد بئر هنا، فاحضروا الماء من البئر التي حضرناها في العام الماضي. أبعدوا تلك الأغصان بسرعة. الحمد لله يا خلدون. لقد قمتم بعمل عظيم، شكرا لكم. هذا بفضل توجيهاتك يا سيد عبود. هذا صحيح. لولا أنت كنا احترقنا يا سيد عبود. لا نقدر أن نفعل شيئا بدونك، فأنت رئيس قريتنا. لم ينتهي الانتخاب بعد وأنا لست رئيس القرية. عبود، سأقول لك شيئا. كل واحد في القرية يعمل بما يناسبه، وأرى أن منصب رئيس القرية يناسبك أكثر. هذا صحيح، هذا ما نعتقده جميعا منذ البداية. لذلك لم أرى حادثا للانتخاب. صحيح، فالكل بالإضافة إلى أنه إيجابي وأطفأ الحريق بفضل توجيهاته. المفروض أن تكون لرئيس القرية نظرة بعيدة. أنت على حق، وسنحفر آبارا أخرى كلما تريد. السيد عبود رائع حقا، إنه فعلا رائع، أليس كذلك؟ إن أبي فعلا رجل مصيب. أبي خلدون. وسيظل السيد عبود رئيسا للقرية، ونحن على ثقة بأن جميع الأقزام سيؤدون عملهم كما يجب، وكل حسب عمله.